من أسباب عذاب الحب هو الإدمان الشديد والتعلق بالحبيب، وهذا كله بيزيد من إفراز هرمونات مختلفة بتخليه يتعلق أكثر، ينجذب أكثر، ويصير عنده رغبة قوية جدا إنه يضل مع المحبوب وإنه يتعمق في العلاقة معه. المشكلة هون بالإدمان إنه ممكن ينأذي إذا فقد السيطرة على الأحاسيس، لأنه الإنسان دائما بيشعر إنه بحاجة إنه يضل يشوف المحبوب ويحكي معاه كتير كتير، الصبح أول ما يصحى وقبل ما ينزل والظهر والمساء وحتى طول الليل على التليفون أو فيديو كول، ما بيناموا هم بيحكوا أو بتضل المكالمة مفتوحة لتاني يوم عشان إذا حدا صحي يشوف التاني، وهيك بتزيد كمية الاشتياق والتعلق وبتخف عند غياب هذا الشخص، وهذا بيخلي الشخص متقلب المزاج وبيتشتت كتير وممكن يوصل لمرحلة الهوس وعدم السيطرة على نفسه. كل هذا يمكن يؤذيه وبتغير من سلوكه ونشاطه وتركيزه.